إذا بعد أسبوع حافل بالعطاء الإنساني عاد الفريق الطبي الكويتي إلى البلاد بعد أن تفقد أوضاع النازحين في الخيام ومراكز الإيواء في قطاع غزة المحاصرة. قل لهم الحمد لله على السلامة جميعا، رفعتوا اسم دولة الكويت في العالم ودائما ما نفخر فيكم وبجهودكم، خاصة بعد أن يعني غامروا مها بأرواحهم. أكيد. انزلوا للقطاع المنكوب لتضميد جراح أهله والتخفيف من معاناتهم. كلنا أكيد فخر بهذه البطولات وبطولات هؤلاء الرجال الذين قاموا بإجراء عمليات جراحية دقيقة أنقذوا الأرواح فيها، لم تجري مثلها منذ فترة في كل مستشفى، المستشفى الكويتي التخصصي والمستشفى الأوروبي أيضا في قطاع غزة. بمشاعر الحزن والألم ودع الوفد الطبي الكويتي قطاع غزة بعد رحلة دامت 7 أيام حاملا معه قصصا كثيرة ومواقف صعبة تروي معاناة أهل القطاع على مدى 8 أشهر منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر الماضي. الوفد الطبي الكويتي ضرب أروع الأمثلة في النخوة والعروبة والشجاعة وتمثيله المشرف لدولة الكويت، إذ كان الفريق آخر من يغادر غزة قبيل سيطرة آلة القتل الصهيونية على معبر رفح، بعدما أجبروا على ذلك بسبب التحذيرات المصحوبة بالغارات من قبل جيش الاحتلال على مدينة رفح. ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة المحاصر هبت دولة الكويت لنصرة الشعب الفلسطيني، فكان أبناء الكويت أول الواصلين إلى غزة من خلال طواقمها الموجودة على أرض القطاع، حيث فتحت مستودعاتها الطبية والغذائية من أجل إغاثة أبناء القطاع المنكوب. دخول الوفد الطبي الكويتي لقطاع غزة لم يكن بالأمر السهل، فكل من يدخل غزة هو كمن يحمل كفنه بيده ولا يعلم ما مصيره، فالحرب مستمرة لا تهدأ، ولكن هي الإنسانية وهي العروبة التي جعلت من هذا الطاقم يصر على الدخول وأن يقدم لو القليل لتخفيف ألم المرض والتعب وتقديم الدعم النفسي لهم خاصة للأطفال. وخلال زيارتين متتاليتين قام الفريق الإغاثي الكويتي بإجراء 236 عملية جراحية للمرضى والمصابين جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأشقاء في القطاع، نجح خلالها في إنقاذ حياة مجموعة من المصابين وتقديم العلاج اللازم والتدخلات الجراحية. كما قام الفريق بإجراء الفحوصات الطبية لأكثر من 2300 حالة من المرضى بالعيادات وأقسام الطوارئ بمستشفيات القطاع وخاصة مستشفى الكويت التخصصي ومستشفى غزة الأوروبية. الفريق الطبي الكويتي قام كذلك بعمل ورشة تدريبية حول طرق تنظيم غرفة العناية المركزة وكيفية التعامل مع الإصابات الحرجة بحضور الكوادر الطبية في قطاع غزة، مؤكدا على جهود دولة الكويت في تسهيل مهمة الفريق إلى قطاع غزة وعلى رأسها وزارات الخارجية والصحة والدفاع. المهمات الكويتية في غزة ليست المرة الأولى ولا الأخيرة، فدولة الكويت صاحبة اليد البيضاء دائما تتسابق لمساعدة المحتاج وتقديم الخير بحب وإيثار لإنقاذ شعب أعزل يواجه آلة القتل والتهجير والتجويع كل يوم.